عم المكان كنا نرسم الابتسامة لا إله إلا الله. طيب الله يمسيكم بالخير جميع. صراحة بستغل فرصة وبنفتتح بثنا الليلة عن وقف أم الأوقاف. أنا الظاهر إني بواجه الكاميرا لكن إن شاء الله ما فيها خصم. وقف أم الأوقاف في مكة المكرمة. طبعا جمهور ودعم السعيد أبو ظهير أطلقوا مبادرة أسعدهم تسعد. أسعدهم تسعد، مبادرة تبرع المرضى السرطان، الله يشفيهم. مريض السرطان تحت تأثير البنج والإبر والعمليات، وفي حاجة من يتبرع له. وداووا مرضاكم بالصدقات، فأنا إن شاء الله الليلة بتبرع لمرضى السرطان وفي سهم في وقف أم الأوقاف 250 ريال. نسعدهم بهذا التبرع، وهم في حاجة الدعاء. الشاهد الله أنهم في حاجة الدعاء، والله يعافيهم، ونطلب أن الله سبحانه وتعالى يشفيهم. فبما أني سفير جمهوري ودعمي بيض الله وجيههم، أطلقوا مبادرة أسعدهم تسعد، وإن شاء الله تشوفون الكاشات تطلع لكم على الشاشة. وبادر قبل أن تغادر، رمضان أيام قليلة وينتهي، وتقول يا ليتني تبرعت، يا ليتني قدمت شيء. لذلك مبادرة أسعدهم تسعد تخص مرضى السرطان وأيضا المرضى، لكن حنا خصصناها لمرضى السرطان. اللي جالس في بيته خلاص فقد الأمل، واللي في المستشفى على تأثير الكيماوي والجرعات والإبر والمهديات، الله يشفيهم ويرفع عنهم في هذه الساعة الطيبة. فمن هذا المنبر أتبرع عنيتي ونية جمهور سعيد ونية المتسابقين إن شاء الله في وقف أم الأوقاف 250 ريال لمرضى السرطان. عسى الله يقبلها، وعسى الله يشافيهم ودعواتهم ودعواتكم لهم، والله أنهم في حاجة الدعاء. بادر قبل أن تغادر، لا تتردد في التبرع. 250 ريال أولا تحطها في وقف يبني سبعة أوقاف. تخيل يعني لو تروح تقول بحطه وقف الأيتام، وبروح بكرة ولا بعد شهر أشوف جمعية ترعى الأرام المطلقات، وبعد شهرين أشوف الكسوة أنطر رمضان. لا، سبعة أوقاف الأيتام، الكسوة، إطعام الإطعام، الأرام المطلقات، السقيا، اللهم صل على محمد، إفطار الصائم. حنا في شهر كريم، سبعة أوقاف، لا يفوتك الأجر ولا تفوتك الفرصة. يا مال الغنيمة، والله العظيم، والله لو يجيك حد في بيتك ممكن تكلف 2000 و3000، وهو شيء لحظي وينتهي في وقته، وينتهي أكل وينتهي. لكن أنت 250 ريال تخيل تمشي لك عداد حسنات إلى يوم القيامة، عداد حسنات إلى يوم القيامة. تبرع عن مريض، تبرع عن يتيم، تبرع عن أفطار صايم، تبرع عن واحد محتاج الكسوة. الملابس هذه يحتاجونها ناس كثير، فتبرع لهم، تراك تسعدهم، والله أنك تدخل السعادة على وجيههم وأنت ما تدري. حنا اللي في الحاجة نعطي. أنا إذا ما عطيته غيري بيعطيه. أنا إذا ما عطيت المريض أو عطيت المحتاج أو الأرملة أو المطلقة أو فطرت صائم، غيري بيعطيه ملايين، ناس بيعطون غيري. فليه خلي أنا الأجر قدامي أشوفه؟ سبعة أوقاف يا ابن الحلال، سبعة أوقاف في 250 ريال يشهد الله علي إنها قليلة في مادتها، لكن والله العظيم إنها تعدل عند الله أشياء كثيرة. فلا تتردد، 250 ريال في وقف يبني سبعة أوقاف، وين؟ في مكة المكرمة. نال شرف المكان وشرف الزمان في رمضان، رمضان اللي أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار. فلا تتردد، أنا والله العظيم أني أبي لكم الخير مثل ما أبي لنفسي الخير. هذا حديث شريف يقول الدال على الخير كفاعله. أنا أدلكم وأنت تتبرع وتدل غيرك، واللي ما يقدر مرة ما يقدر لا واجد ولا شوي يأخذ
البروشور حق الجمعية وينشر، ممكن غيرك يتبرع وأنت السبب وينالك الأجر. فالله يوفقنا وياكم ويكتب لنا ولكم الأجر ويتقبل صيامنا وقيام. هذه المبادرة اللي يطلقها الجمهور السعيد دعم السعيد، أسعدهم تسعد، يتخص مرضى السرطان. أنا إن شاء الله شوي بطلع وبتبرع بريتي عن ولية مسابق إن شاء الله لمرضى السرطان، فتكفى لي فوتك الأجر. وحي أبو خليفة، أبو خليفة الله يعافيك. إحنا عندنا فئة والله أنا غالية اللي هم مرضى السرطان، الله يشفيهم في هذه الساعة المباركة. فإحنا أطلقنا مبادرة أسعدهم تسعد، جمهوري ودعمي بما أني سفير، فمن هذا المنطلق أنا تبرعت لمرضى السرطان اللي هي فئة غالية في قلوبنا. ومثل ما قلت آنفا في قبل تدخل، اللي تحت تأثير الإبر والكيماوي والمهديات واللي الله يشفيه، فهم في حاجة. كلمتك لهذه الفئة. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم الله يا أبو ظهير أن أيام برنامج كاريزما اتصلت علي وحدة طفلة صغيرة عمرها يمكن 7 سنوات أو 8 والله ما أدري، فالعمر هذا مرضانة مرضى السرطان. تقول كانت يوم تشوف إنها تستانس وتضحك، هي من دولة الكويت. سلام ورحمة الله. يا مرحبا والله. يا مرحبا هو سحاب. هي من دولة الكويت، كانت يعني بنت صغيرة. سلمت. وكانت في مبادرة. دولة إيش؟ دولة الكويت. سلمت. هذا علم يا الكويت. بعد روحي والله. هذا علم الكويت. وكانت تقول يعني خوابي. أتمنى أنكم أختها الكبيرة كانت تقول أتمنى أنكم تدعون لها أن الله يشفيها ويعافيها. وأنا أقول سهم مني أنا يا فهد 250 ريال بنيتها، بنية الطفلة الصغيرة اللي تكون. إن كانت تتابعنا الله يشفيها ويعافيها. حظك والله بلجر. وابتسمي ابتسمي، حنا معك روحي. أبو سحاب جيت وحنا مطلقين مبادرة في دعمي، بطلق مبادرة مني سفير، مبادرة أسعدهم تسعد المرضى السرطان. فتكلمت قبل تجي وقبل يجي فهد وتبرعنا بنيتهم للي ما يقدر. مريض السرطان الآن تحت تأثير المهديات والإبر والكيماوي، إن الله إن شاء الله يبعد عنه هالمرض ويشفي اللي بلاه الله به. كلمتك لهذه الفئة يا أبو سحاب. أول حاجة أنت الله يبيض وجهك وفريق دعمك الله يبيض وجهه ولا يستغرب الطيب من هلا. ما عليك زود الله. وحنا طال عمرك كلنا يد واحدة. واعتبرني انا من 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 فريق دعمك واعتبرني من جمهورك. احنا كلنا سفراء لا متسابقين ولا الفقنا. نعم. كلهم ولا اللي بالخير. انا كسفير في الوقف بعد عندي ان شاء الله حمله مماثله. الله يبيض وجهك. انتظر بس عليها الترتيبات الاخيره. الله يبيض وجهك. وفئه مرضى السرطان يعني من الفئات التي لا تجهل ولا يعني يخفى علينا علمهم وجحهم، وهم قويين بالله سبحانه وتعالى. أنا يعجبني فيهم أنهم من أكثر الناس بلاء ولكنهم من أشجع الناس تبارك الرحمن إيمانا، أكثرهم لله الحمد يملك الشجاعة ويملك الإيمان بالله والتوكل وحسن الظن، وأكثرهم لله الحمد تجاوز هذا المرض. الله يبعدنا ويبعدكم عنه. اللهم آمين. بيض الله وجيهكم، حملة مباركة إن شاء الله تعالى. رسالتي للي بيعملون الخير اعملوا لا تترددون، ورسالتي لمرضى السرطان الله يعافيهم، أنتم بخير وعافية طالما هناك حسن ظن بالله، وطالما أن الله سبحانه تؤمنون بالله وبالقدر خيره وشره، أن الله قادر مثل ما بلاكم أنه يعافيكم. فخطوة مبروكة والله يبيض وجيهكم جميعا ووجهك جميعا. طبعا من هذا المنبر أنت ذكرت لأنهم يكافحون وأن إيمانهم قوي فعلا. ذكرتي بأخوي الغالي الدكتور حمد بن جروان الغامدي شاعر، والله يا أبو سحاب إنه حضر الدكتوراة وخلصها والأجهزة من هنا ومن هنا الله وفي أمريكا. ما شاء الله ما شاء الله. الدكتور عنده حق المستشفى وإنه جالس يحضر الدكتور. ما شاء الله ما شاء الله. هذا رجل يعني قسم بالله العظيم يا أبو سحاب إني أنا. هذا اللي يحرجك في نفسك. والله العظيم. بخير وعافية. قالوا له بعد ترى بعد كم شهر تراك بتموت. والله انهم قالوا مستشفى، قال تراك الشهر الفلاني تراك ميت. قال ايماني بالله سبحانه وتعالى قوي، ورجال في شبابه، ورجال تحبه في الله، رجال مسي عليهم هذا المنبر. والله العظيم انه رجل مكافح
ورجل عصامي ورجل ذرب ورجل يعني فيه كل الأمور الطيبة. الدكتور حمد من هذا المنبر أنا تبرع بنيته في وقف أم الأوقاف، وهو رجل والله ما نقدر نجازيك أبو جروان إلا بهذا اللي التبرع اللي إن شاء الله أنه يوصلك، وهذا أهداء ورجل رجل قسم بالله لو تشوفه تقول رجل هذا ما فيه فيه في كل مكان رأسه رجله قالوا بنقصتي قالوا بنسوي كذا، يحط الدكتوراه في أمريكا وهي في رأسه حاطين كذا الدكتور عنده يحط خلص الدكتوراه أموره وسفير الجمعية مرضى السرطان والآن ما شاء الله كيف والآن هذا؟ الآن مستمر معهم والله في شو اسمه تبشر بالخير بالخير ان شاء الله في الرياض، لكن لازم الشخص يكون عنده عزيمه ويكون ايمانه قوي بالله سبحانه وتعالى، هذا الرجل صراحه اني ما شفت مثله للامانه، فهو مثال احتذابه الله يكتب له العافيه. هو جميع من ابتلوا هذا البلاء. انا اذكر واحد من الاخوان من الناس اللي يعزون علي بالحيل بالحيل بالحيل، وهذه رساله للي توه في بدايه المرض او يتوقع ان اللي عنده بيصير مرض. انا يعني قصة هذا الشخص أثبتت لي إن الهم والوهم هو اللي يساعد في انتشار هذا المرض أو يكبره. أذكر واحد من اللي يعزون عليه حاله كذا تعب وكذا وتغيرت نفسيته واختفى، وتواصل معه بشكل مستمر، يا ابن الحلال علامك والله أنا في ضيقة وكذا وخلني وعنده عزيمة قوية خلني وبتواصل معه قريب. قاعدة الظنون تروح يمين يسار، سألته فلوس أمور مشكلة شيء، قال مرة الأمور طيبة لكن خلني. المهم أنا عاد ما أقدر يخبي علي شيء، أخذنا أيام قال لي أنا اكتشفت عندي حبة، فقال لي فعل الكتف حميدي ولا حميدي اكتشفت وكذا، وقالوا لازم أشعة ولمحوا لي إنه يمكن يكون يعني ورم بداية ورم كذا، سوى الأشعة قال ماني مسويها، يا يمين يسار قام مرة ماني مسويها، وحاول فيه وحاول فيه هو عنيد. المهم مشت الأيام، طبعا أنا شجعته بطريقتي من عندي ولقيت تشجيعه من يمين يسار، الله سبحانه يطفي حاله، وكان هذا زي النذير له يعني. ما كان الخلاصة إنه ما راجع واستهان، وهذا خطأ كبير، ولكن هو عالج نفسه معنويا وقال ان الامور طيبه وان هذا ما هو ورم سرطاني كذا، ولا يبغى يتاكد. فسبحان الله اللي لطف بحاله وراح الورم تدريجي. لا لا اي والله، لكن يخشى او ينخاف عليه انه بعدين يجي. هذا واحد من لكن الربع. ابشرك الموضوع ذا له سنتين وللان اموره. هذا واحد من الربع جاه المرض هذا في هنا في رقبته. ارحب يا الحصان. الله وجهك. والله سويتكم شيء تنجنون منه. اسلم. هذا حقت واحد من الشيبان. آه يبيض وجهك. جاء المرض هنا في رقبته. قال مرض خاص احقر ولا. الرجال يا ولد تقول ما تقول إن المرض اللي فيه ما قالوا لك ترى فيك سرطان. علموه فيك سرطان وهنا وبيشله ومنومينه. والله العظيم إنه يضحك وإنه يسولف وإنه حاط الجوال كذا ويتابع المباراة. يشهد الله علي. ويوم جابوه أنجن كذا بتعرف تأثيره. يوم شافوا الولد قالوا له. يضحك ويسولف المرض هنا خلاص وسبحان الله ويعالجونه، وانا الحين بعفى القساي. وينه؟ بعفى القساي ما فيه الا العافيه، ما فيه الا العافيه ما شاء الله. فاقول لك المرض فيه وعزيمته قويه للامانه. فبيض يجيكم انت فاتتكم كريمه. الله يكتب الاجر بس والقبول، ولا كل عنده خير وكل يبغى يقدم الخير وكل. انا ان شاء الله حملتنا بتكون عن حملة التبرع اللي بيقوم فيها إن شاء الله فريق الدعم والنبلاء اللي أنا دائم ثقتي فيه في الله سبحانه تنفيهم كبيرة ولا عمرهم قصروا. نحبهم الله النبلاء وأحرص منهم على الأجر وعلى المثوبة وعلى التكاتف، لأن الموضوع هذا لحمة. إن شاء الله حتكون إن شاء الله حتكون عن الموتى، الموتى اللي انقطع عملهم. كل واحد منا له قريب ميت، له خال، له عم، له جد، له جدة، صديق، صاحب. وحملتنا إن شاء الله عن الموتى. الله يجزاكم خير. وإن شاء الله راح تطلق اليومين هذه بحول الله وقوته. أنا بروح صلاة. بيض الله وجهه فهودي. مرحبا. يا ولد أنا في مخي قصيدة لها نص ساعة. ساعة. إي والله. أنا كتبت قصيدة أولا في الوقف
لا انت ولا عمر لا انت ولا ايش اسمه راح تدش راح تدشن ان شاء الله بصوت احد الشباب ولا بصوت انسان قهوجي هذه كان لقيت لي لحن زين هذه قهوه جديده من واحد شايف مطيري سم 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 انا العلوم وين رايح بروح اردها له بيمشي هذا الحلا سم سم يا ابن اخي سم سم وانا فناجيل اللي حيغان ابشر بي ابشر بالفناجيل ابشر بالفناجيل اللي ترد سامح الله من قصدني واعتمدني بالخطيه من قريبين الجدود ومن بعيدين الجدود طال عمر الحزن والصبر والشامتين كيف ما طال حبك فالعمر وانت لي يا عشير انت رعرع بين قلب وعين منزل ما حلم به واحد من هلي فارد له ضلوع وباسط له يدين ومعتبر نفسي مقصر وحقه علي مرق الوصال وقال معه الحنين ما دارني كذا ولا كذا مبتلي وراح عني لكن ما راح والطيبين لو ما له بديل ولو ما له حلي يا عشيري عداك اللوم عذرك سمين زدت قلبك محبة واثرها الممتلي لا تخاير ما بين تكون غالي وبين انك تصير وحداني ومني خلي كل شيء يعوض غير هالحاجتين لا تشره علي وتقول ما قلت لي كان قف الكريم وكان عاف الحزين وكان تحسب لما قبل حسب الما يلي المحبة حلال إلا على الغايبين والمفارق حرام عود الرايلي والغلا كلمه رد الغلا كلمتين يستر الله عليك ويستر الله علي والغلا كلمه رد الغلا كلمتين يستر الله عليك ويستر الله علي صح ولا الصوت هيا الله يلا انزل انزل تحت صحة ابدانكم يلي تقولون ما لا تبعدون ها اسمع انا طلبك اترك القهوه دي بعطيك القهوه اللي هي القهوه هلا هنا يا ولا مرسح بنعود عليها ما احنا احتاجناها رجاء مطر شو مشل الفرش يا رب لك اول في الكوفي الحالي اي كوفي انا طال عمرك عندي كوفي معين قدام ادخل البرنامج يعجبني نرجسيتك اللي تقول عندي كوفي الحالي تجي تتك فيه ما نرجسيه لا انك بس انك ايش تجلس فيه طاقه تفرغها فالكوفي وجلستك لحالك ثم بعدين تروح عملك شوف انا طال عمرك احترم الناس احترام شديد وبعد المغرب الوقت ضيق صادق والله ما في وقت وانا لي ايام ما رحت عندي باقي لي كم زياره كذا في رمضان ال 15 يوم اللي جايه عندي كم زياره ان شاء الله كم شخص عزيز وغالي منهم انت ابو ظهير الله يحييك نعم الوقت بجيك ان شاء الله انا والعيال اللي بيجي معي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معكم يا رجال كيف الحال والله انا ما تحب استريح استريح ازرق يا مستريح سلم عليك سلم عليك ازرق يا قامكم عزيز المهم شلونكم يا جماعه الله يحييك العيال في الاوتيل الله يعطيهم العافيه ما ينقضبون تدق ما حد يرد وتنادي ما حد في ايش ما ينقضبون في ايش
في الأوتيل. في الأوتيل. في الأوتيل. حلوة. شاي. في الريسبشن. في الريسبشن إيه. ركان سلام يا ركان وعليكم السلام. أرواح قال وين نروح؟ قلت أرواحنا بنتقهوى ونفطر. قال لا بجي. صبح. الأول العصر. صبح. قلت سلام عليكم. مس. وأنا دق سلف. وأنا حول على الكافي. وين مكانه؟ شرق غرب. كوفي يجيه لي 3 سنوات. وين محله؟ في اليرموك شارع الصحابة. يا رجال. إي والله. دائما أشوف سيارتك ترى واقفة عنده. إيش كانت مزاج تعرفه؟ السلام عليكم. سلام يا مرحبا بك. من هو؟ عمر لا لا ما في. مشى مشى. ودي اللي يسولفون معنا. استكانت مزاج خلها تحسب إعلان والله إني يستحق. ميزة الكافي هذا ويش أبو ناصر؟ قل لي ويش؟ ويش؟ على يسراه حلاقنا حب حلاقته، وعلى يمناه مطعم الصحي اللي دائما أخذ أكلي من عنده. شعتبي. تدري في الدور اللي فوق وش هو؟ وين؟ ما عندهم دور فوق. العمارة اللي جنبهم اللي عند الصيدلية. هي صيدلية على اليسار. إيه. إيه. تدري اللي فوق وش فوق الصيدلية؟ أنا عارف. مكتبك. ما تشوف اللوحة وش كبرى؟ نحتاج شركة الأصالة الإعلامية في ذمتك أبو ناصر. أقسم بالله ما طاحت على عيني. أقسم بالله يعني كملت. أقسم بالله يعني كل ما أجي المكتب أشوف سيارتك. أشوف نفس سيارتك واقف. أقول مستحيل عبد الله يعرف ذا الأماكن اللي هنا. ما هو عبد الله. والله هني أنزل وأطلع فوق. لا والله أنا يا أبو ناصر أنا كنت ساكن مع ولد عمي متعذب عنده قبل سنتين، والنادي حقي جنبه. المنطقة هذيك ملمومة فيها كل شيء. لا النادي اللي جنبه خلوني ساي خلاص. لا أنا أتكلم عن أستر. في الخلف. المهم قهوة على كيف كيفك، وأول ما جي أصلا يعرفون الطلب حقي. تقول بي باشا. تقول باشا يا أخي تبي الصراحة أتكي برا. الله أنك استكناني صح. الله يعزك أنك عارف. لا شوف أنا فيني ميزتين عذروب. متى جيته؟ الساعة كم؟ أجيه قبل الأذان بخمس دقائق 10 دقائق كذا. أوقات والله أني على الأذان. أنا طالع من المكتب الساعة 6 يوم طلعت هو يأذن وانا طالع في الشارع راكب سيارتي. غلطان. بكره تفطر معي فيه ان شاء الله. والله اني ما ادري انا شفت سيارتك ولا بكره تفطر. لا سيارتي اليوم هذه يمكن ما تشوفها، يمكن ما تشوف. إيه؟ مغبره بالحيل يمكن ما تشوف. والله مغبره ولا لقيت وقت اغسلها. المهم انا فيني ميزة العذر. جالس برا اليوم. اي تكينا برا وجانا رشه مطر ودخلت. معك واحد؟ لا والله لحالي. المهم انا من اول ايام الوظيفه اللي قبل كانوا العيال يعرفون مكاني ونتواجه في الكافي بالصدفه. الحين ضغط الدوام عندهم ما يخليهم. المهم طال عمرك فيني ميزة العذر مثل ما قلت لك. اللي حبيت المكان ولا المكان اللي يقدم لي خدمه سواء خلاص صيدليه او مغسل او حلاق الى اخره اثبت عليه يا شيخ ما اغير تبارك الرحمن. نعم. لين عاد تتغير خدمته. الكافي هذا روق فيه. روقان لا يعلم في الله. الشاي عندهم على الطلب والقهوه على الطلب. يا اخي انت تكي تقول احب الناس اضبط المحتوى. ترى جنبه يعني فيهات بعد ترى مو بس يعني بقولك شيء في الحين الناس تجي على المحتوى الشكل الخارجي فهمت تلقى خدمته صفر. شوف ديكور. طب شو تجي تسوي وتدخل على التقييم؟ تلقى دقيقه تلقى اللي يجي يقدم لك الصينيه اعلمك الصينيه يجي يقدم. انا جايبها مين؟ احمد من جايبها شوي انا وسعيد بغير جايين بينها من هنا من داخل. انا من قبل العشاء. اسمع يجي يقدم لك كذا تلقاه واصله هنا. طيب ليش؟ صح وتجي لك محل. ليش تتعب؟ ليش ما تدخل التقييم؟ ما عمري قيمته بالشركة. لا 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 التقييم انا بالنسبة لي ما اشوفه شيء كافي. لازم انك تروح نفس الإدارة. ليش يقولون التجربة برهاني؟ ايه انا باخذ انا اتكلم عنك. انت جاي في منطقة في الاريا اللي انت ما تعرف فيها شيء. الاريا اللي صار مرتفع عمر طيب بس شفت اريا يعني المنطقة. شفت يا سعيد ابو ظهير يا ولد يا لقيت التقييم لغات انجليزية. اذا لقيت التقييم اذا لقيت التقييم 5 من 10 ولا 7 من 10 انا بحط في اعتبار ان الخدمة ما راح تكون خرافية. لكني ما اطلب شبة التقييم. لا انا فاضي اجي واشوف تقييم وبعدين اقول لا ما هو ترى ما هو بيقيمون على ما هو بيقيمون نفسيا. ما هو بيقيمون عشان ايش اسمه الموظف ولا يقيمون علشان ذا. انا اتكلم يقيمون الاكل وش هو. الشيء الثاني مستحيل تلقى مكان كل الناس راضيه عنه. ارضاء الناس غايه لا تدرك. لابد يطلعون في ناس يعذربون. رحنا مستحيل. طيب تدري متى نستخدم التقييم؟ نستخدم التقييم اذا رحنا للشرقيه لزواج عبد الله مخلص. نبي لنا اكل غدا، ايش سوينا؟ ما نعرف. لا كتبتوا استديو الاصاله في اللوكيشن ورحتوا للاستديو حقي وسجلتوا شيء وسويتوا لنا مشكله الين خلصناها لكم في نفس الوقت. اسمع صح رحنا للاستديو
خلصنا استديو الوصالة فرعنا اللي هناك وندق على الرجال ونبيه هو في البرنامج نبيه ضروري المهندس كان عندنا هنا ايه البرنامج ليه مخلص الجواج قريب ايه قبل البرنامج ايوه المهم والروح يطلع عمر هو ايش نسوي ندخل على راح المنفل حذول ايه نكتب ايه. ايش نكتب كتبنا كنا احنا نبي مطعم بخاري لكن ما هو بخاري غدا احنا نبي غدا نكتب لوكيشن كذا كذا لو والله اللي أربعة اللي ستة ونعين واحد ثمانية علىها كنا بنروح له يشهد بالله الدمام إيه عبد الله من الدمام لا لا ما جينا عبد الله ما كلم عبد الله نقول الحين بنتغدى عبد الله ما جينا بالليل ما كلمنا واجد طيب مطعم حتى إيه بس ما نبي إحنا نبغى نعين أرحب حلا لا يطح طيح احلى لا يطح طيح هذا واحد منهم هذا واحد منهم طوح ولا ارجع بكلب هذا واحد منهم بالعوض سؤال يقدر يدي جاب اسكت ليش ما نفذت ما نفذت اقسم بمن احل القسم انها 22 سنابه او لا والله استغفر 20 سنابه جاري لانها من الصباح صورت وانا طايح بالمسبح صورت حقك صورت عبد الله قفل ملفي وصورت كل شيء ويني ابغى اوري الجوال انت ما باتفاقك ما باتفاقك اتفاقنا تخلي على قفل ملفي 24 ساعه صح ايوه مسوي اليوم مصورها طيب دقيقه جاني الانهاء معلق والله العظيم دوري المهم المهم ونجي عند المطعم يوم جيت والله بسوريك شوي انت النبي عرض ثالثه يا احمد جيت عند المطعم اوريه وسلم والله مكتوب 8 عين توفيد الحين 8 من 10 8 من 10 والله يجي المدخل المنظر الخارجي انه ما يحلك لا ما يحلك بواحد بالعشرة انه المطعم ذا كلاسيك يعني يعني على قد حاله يعني يوم ندخل يجي جوالة لا ذا في وقتها زحمة العالم طب بفطر مفطرت أنا قلنا عزلا نحن إن شاء الله جينا على التقييم يوم طلبنا عينة واحدة إيش نطلب قال اطلبوا كذا وكذا الرز الفلان ذا عندهم كم رحتوا المحل الصناعي ما أدري يا بناكل يا ريجي والله يا ريجي إنه شغل مفاخر للأمانة للأمانة بعدين دجاجهم ما أتوقع ما هو بمثلج دجاجهم برا في محل أكل يمني في الدمام لجيت هناك دائما أجي يا ولد ما تشبع منه شوف جهة الصناعية اسمها الخضرية ولا ايش عند الخضرية هنا اي شيء اكلهم اكل يمني البرمة وال بس فطور وعشاء والفحشة واللحشة والمحشة غدا بعد رز وكبسات شغل شغل بالله يلبد يلبد في البطن فطور بقول لك شيء لا تقول لي شيء على طاري ذا الموضوع المحل في الصناعية اكيد كلكم تعرفونه ما ابغى اسوي اعلان المطعم افضل مطعم يعني يسوي المشوي والحنيذ والهذا يقول شرى من داخل المطعم ذا هو مطعم انت زي ما شفتوه يعني عادي جدا ترى الحين ترى جهز ديكورات وزين لا بس اول كان ولا شيء نعم من دخله اشترى عمارة جنبه او في نفس الشارع نعم شفت نعم لا صح وعمارة كبيرة وشغل كبير جاء قال لا عيا بغوا ينقلون فيه بغوا قال لا المحل المبنى القديم خلي الناس متعوده مبروك. على ذا والمحل ذا مبروك ابصدم الحين سالفه المحل هذا مبروك ما نروح ننقله اخاف ان ننقله والناس تعودت على ذا وهذا فيه بركه وفيه يعني ايش يسمونها القدم ذي يعني الرجل عليه رجل رايحه ما ادري ايش يسمونها المهم ان تبارك عليها الجره عليها اي تباركهم يعني تبارك بالبقع والنواصي وحاجه الى هذا خلاص وهرجك في محله امانه وش رايك في الباب اول ما تفتح بابه القديم عرفته اللي يجيك القزازة الأخضر القديم اللي أخضر على أسود البلاط القديم يوم تدخل تقولك داخل لك بيت أبو 60 سنة عمره شوف أكله فنية. شوف بقولك حاجة الناس غالبا المثقف من الناس يهمه إيش المظهر الخارجي إيش يملا المثقف لا. العاقل يهمه لا. الخدمة جودة الكواليتي في أي مكان واللي يبي ديزاين الكواليتي الديزاين مهم وفي في 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 ثقافة الديزاين إنك تكون مواكب للعصر. في مطعم في جدة من مطاعم الأسماك المشهورة موجود عند محطة مشهورة إلى آخره. الخلاصة المطعم يريجيل أسماك إيه أسماك من أقل الديكورات اللي تمر عليك في حياتك. المحطة اللي عند قاعة فرح شفت وين رايح للرحيلي تجيك بس محطة الرحيلي ما يجيك المطعم اللي على اليمين آزج أبو لمبات آزج أبو لمبات في خلفه مطعم سمك جلسات الخلاصة الرحيل اللي طريق مكة ولا طريق المدينة طريق المدينة تروح يجيك في المحطة ذيك محطة كبيرة هو في الخلف المطعم حرف القاء لا 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 هذا جوا البلد لا صل على النبي شفت إذا طلع صل على هادي محمد
اذا ما جاك على طريق ثول ولا قل صل على النبي. انت تعرف الرحيلي شمال جده؟ تعرف المحطه حق الرحيلي؟ ايه؟ هو المطعم خلف الزاويه. اي مطعم خلف المطعم المشهور. جلسات عاديه، جلسه العاديه المطعم الداخلي، جلسات عاديه زي كذا، صبات بيض وفرشات حمر، تشوفهم قدامك يقولون السمك، تاخذ توزن السمك تروح خلاص. طيب ايش راعي المحل؟ شايب قديم، شايب قديم كم مديله؟ شايب عمره فخمس لعمره عمره 75 تقريبا، دايم حاط شماغ غمر ولا غمرتين، حاط شماغ على جنب يزن الشيب. والله يا ريجيل والله، وجالس عندهم ايه ان الصابون حق المغسل، المغسل الثنتين البيضه العاديه ومرايه العاديه، الصابون تايد في كوب. تعرف التايد في كوب؟ خلاص تدري كم يدخل يوميا؟ الله اعلم ما بلغوا، يدخل لا يقل عن 150 الف ريال 200 الف ريال. جات بعده مطاعم كثيره اسماك ومشهوره وديزاين وشغل مرتب. انا ما اقول لك ذولي ما يدخلون، يدخلون هم اكثر اجذب السيد. هم اكثر اجذب السيد. يعني انا سائح خارجي تجذبني هذه الاماكن المريحه، بس هذا ميزته ايش؟ عنده جلسات خارجيه في الخلف للعوائل، جلسات القديمه اللي تعرفونها باب وكذا، يجيك السمك عنده والرز تجيبك من هنا. طبعا عمال يومين يروحون يجيبون من السوق. طيب في جدة بعد من الثلاجة كل يوم هو جالس براد الشاي قدامه شايب. انا اعرف وجهي يسلم عليه واعرف ابوي وكذا. يا خلاص يا رجل ملتي ملياردير. طبعا هو مو باين عليه النعمة، هو النعمة مو باين عليه لا في لبسه ولا في شكله ولا فيه، وكانوا الناس حتى يطقطقون عليه. لكن انا اكلمك عن خدمة السمك حقه، اي واحد يجرب من عنده. احنا بالنسبه لنا يجينا ضيوف في جده نجيبهم منه، بعضهم يعني يرغب ان نغدي سمكه وكذا ونجيب، ما نجيب الا منه. خلاصه ما نجيب الا من عنده. تجي وتاخذ تلبس القلافز وتاخذ السمك حقك بنفسك وتحطه بمثل الطريقه طازه وتحطه. يا رجل انا لو اني جاي، انا لو اني جاي جديد فيها كل انواع، انا لو اني جاي جديد جديد على جده ولا جديد على الموقع ذا، يمكن ما مره، يمكن ما ادخل، يمكن يدخل ما يعجبني. يبي ديزاين، يبي يصور بس يقول يصورون ديزاين. واحد من عيال عمي انا عندك في جده هناك فاتح له مطعم فايف ستار خمس نجوم ما شاء الله. انت من البقوم غالي غالي ما شاء الله، انت من البقوم تبارك الله. والشيف اللي فيه كل نوع جايب شيف خاص. طيب اقول لك شيء والله ما شاء الله عليه، في محل في محل في الرياض حق اسماك نفس ما قلت يا ابو سحاب بالمليمتر. الرياض ما في شيء فيه، اقسم بالله لو تروح له تروح له، خلني اقول لك روح له عمو. لا واقسم بالله ما هو بحوله. شفت كلام الرجال ذا، ورب البيت ما تعين مكانك تجلس فيه. جلسات كذا دايره بيضه وفرش حمر وتعين ناس واقفين برا ينتظرون يخلص. انا بسالكم، شوف المكان من برا الديزاين برا عادي جدا، لكن يا الاكل عنده الرز وسمك والله العظيم اللولا يعني المشاوير اليوميه من الغرب للشرق والشمال اني اروح له. وبعلمكم وين هو، بتروحون وبتكون هذا المكان. الجوده 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 الجوده, الجودة. مطعم الايك، الايك ايه فروعه في كل مكان، وكان وتمدد الان، كان موجود في الحجاز الحين تمدد في كل مكان. شوف انت لما تواكب بالديزاين وتتقدم ما في خلاف، جميل انك تتقدم بالديزاين شيء جميل، لو توحد الهويه بس بعد. الكلام على توحيد الهويه والجوده، الجوده توحيد الهويه اولا. تقول النقد يا ابو ناصر، امس جاني تغريده من شني الحالي وانا ادخل عليه، يوم تقول النقد في ناس عندها مشكله يا الربع، قال لي انت وينك وين النبل، سمي نفسك من النبلاء قدام ويصرف لي وانت وانت وانت. انا احس بالرجال بيني وبينه مشكله، اسم غريب كذا وانا ادخل عليه، داخل على التاقات كلهم يسبهم، داخل على حساب من حقين نجوم الواقع وسابه، داخل على تاق مهم كذا وسابه، يمكن 15 تغريده قريتها لي، عرفت اني مريض. دقق في الكلمه اللي انت قلتها. انا صح. لا انا استغربت، احس بيني وبينه مشكله وانه يتابعني وانه شاف مني شيء. يوم دخلت على حسابه ناس دخل على تاق فلان، واحد مشوي مساحه ودخل عليه وحساب مدري شنو، لقيت ناقد. الرجال صار في البشريه كلها ما حد بعاجبه، وفي حساب تؤمن بالله انك تدخل ناجح. عليه تؤمن بالله انك ناجح مثلا، ما يسب الا انت لحالك، تغريدات وردوده مرت كانه مسوي الحساب ذا الجديد عشانك انت بس. انا مرت علي هذه، في حساب الحين يغيب ثم يرجع علاجه، ثم يحط 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 في التاقات كلها، يسب 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 ثم يغيب علاجه. علاجه هطاف خلاص، علاجه هطاف بس. هطاف على طاري المطعم اللي انت قلته قبل شوي، ترى بدون سكر بدون سكر عطى. على طاري المطعم اللي انت قلته قبل شوي، وش يعني تعرفون قصته وانها ايه اعرفه انا قلت واجهته شخصيا ايه، واخذ دوره ضرب فيه المثل
وبعدك سالفة الحين نروح اي اي طيب بدت السوالف يجيلها لذة يا ولد حاجات نستفيد منها مطعم الايك ايك سمعت ايه ما هو بيقول ان ابوهم كان يحط على الوجبة نص ريال ريال او ريال ويوم توفى جو اهل الجمعيات قالوا يمكن العيال يختلفون بعد ابوهم ما راح إيه؟ وجو عند العيال قالوا العيال ابونا يعطيكم ريال احنا نعطيكم ريالين زيدوها هذا وقف على 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 الوجبه نعطيكم ريالين وقف تمام فهمتم شايفين كيف البركه حالها وكيف ما شاء الله ناجحين وكيف هذا من الله صدقة صدقة يعتبر صدقه والله سبحان الله إيه؟ وما نقص مال من صدقه يا خطيب دقيقه ابو ربي زاد زاد متفرعه وتوزع إيه؟ في الانحاء مؤسسه كل انا ولا ذا في كل سلام زكاة سلام هذا غير غير الزكاة هذا ما له دخل في الزكاة هذا شيء ثاني على ذا الطاري اقول للاخ هذا واصل على ذا الطاري احنا في سالفه يا ابو كلثم سلمت على ذا الطاري في مطعم في مصر زمان قبل كم سنة جيت هناك قلت يا الناس اللي هناك اللي هم معي من أهل البلد مصاري قلت أنا الليلة أبغى لي مطعم لا جاء ولا راح خلاص ما عاد نبي المطاعم حتى لو إنه داخل حارة لو إنه قديم شعبي بس أبغى لي شيء صح طعم وشغل قالوا فيه مطعم إحنا ما نبغى نوديك له احنا دائما نوديك للمطاعم الكبيره والمعروفه واللي كلها ستايلات وديكورات وشغل قلت لا ما يهمني لو انها متر في متر اهم شيء لك في حاره وشغل ابغى وشغل شعبي مو مشكله ما يهمني ديكور اهم شيء الطعم والشغل الزين قالوا خلاص بنوديك المطعم الفلاني قلت طيب وحنا نروح يوم جينا ندخل مع الحاره الا العالم والسيارات عند المطعم في حاره قديم شعبي ولا في ناس برا شباب يوقفون السيارات ويرتبونها وقف هنا وقف هنا وقف هنا تعال هنا وتعال تعاون غير 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 طبيعي في ذا الحاره كلهم يتعاونون كلهم يشتغلون كله عشان المطعم يا اخي تحس ان ما هو من شغل اهل المطعم من اهل الحاره يشتغلون بحب يا اخي تحس في تعاون بينهم وتعال هنا وتعال هنا ويحبونه احنا نوقف وننزل قال وقف خذ رقم يكتب رقم في ورقه انتظر مع العالم واقفين لين يخلصون اللي على الطاولات يا ولد العلم ايش ما فهمت شو الموضوع المهم يوم جلسنا احنا نطلب طلبنا زريقان قالوا دقيقه روح يا فلان لعمك الفلاني روح جيب من عنده زريقان قلت غريبه مطعم يعني وعندك ذا العالم كلها وما هو موفره قالوا لا ما عندنا خذ شوي جابوا ذا باقي الخبز ما هو بحار روح يا فلان جيب الخبز من عند عمك فلان شوالت المطعم اجل وش يقدم قال كل شيء يسويه هو ولا بس الحاجات ها اكشكه طلع العيال خلني اعلمك المهم وانا انشد وش يقدم بعد ما خلصت كل شيء بعلمك فيه تعرفونه تعاون مع المطاعم كلها لا انا اعلمك الرجال وش طريقته ورزقه الله سبحان الله في شيء في سر في الموضوع بديت اكشفه انا. ايه الرجال كان يقدم الحاجات ذي كلها في مطعم هذا. ايه زين؟ جو عيال حارته والناس المساكين اللي في الحاره عنده قال الرزق هذا رزقي ورزقكم. جاء واحد فتح بقاله قال خلاص امنعوا من عندي امنعوا من عندي المشروبات. المشروبات كلها ناخذها من عند فلان من بقالته عشان نشغلها له. جاء واحد فتح مخبز. قال امنعوا الخبازين من عندي الخبز كله ناخذه من عند فلان لا عشان يشغل محله ويفتح بيته عوضها الله اي الشباب اللي في الحاره ما عندهم شغل تعالوا اشتغلوا معي مباشرين شغل الشباب بهال الحاره كلهم مباشرين يا ولد مشى السطر كله المحلات الجنبه تدري مباشرين عندك كم فوق ال 30 واحد ايضا اللي خلصوا ما في المباشرين طبعا المطعم شغال 24 ساعه شفتات اللي ما اشتغلوا عنده لا مباشرين وداخل المطعم وين برا في السيارات المواقف رتبوا الناس في المواقف كل شغال كلهم من حارة حظهم سلام حظه والله سمعت رهيب ايه شغل حتى الملحمة واحد من ربعهم بعد فتح ملحمة وجزار مدري وش قال خلاص اللحم عاد تجيبونه من المزرعة ظاهر كان عنده مزرعة وماشية وكذا فظاهر انه قال خلاص خلوها من عند فلان
لا اله اللحم من عندك كل شيء من طبخ عليها الدنيا على حتى ولو يحارك حتى ولو يقدر يقدر يعيي بس المهم صار عليه اقبال سوى حركه تنميه قويه جدا ورب رزق عنيته وخدمه ذاتيه خلاص صار هو الحاره ذي مكتفيه يعني كلام الله نفس عند رواق خلني اعلمك خلني اخلص السالفه ما خلصت السالفه ترى المهم ويرزقها الله وكل ما اروح انا هناك المصر اقول ودوني لهذا المطعم هذا في مصر ايه جاك هنا اصبر المهم قلت اظنك اظني عرفته كل ما اروح هناك اقول ودوني له يا اخي استمتع باجواء الحاره الشعبيه العالم رايحه وجايه وذا يطالع من هنا وهذا يبيع وهذا يسوي كذا وهذا حركة يا اخي حركه واستمتاع لو تجي الساعه 3 الليل تجي تلقاهم شغالين ما شاء الله على قدم وساق المهم والزحمة عنده والعالم من سياح خليجيين ومن أهل البلد ومن المهم اكتظت الحارة ما عاد تسع الناس العالم من كل مكان المواقف خلصت والناس سرواتهم وش تقول حج يا أخوي ودخله كان وش أقول لك عالي جدا عالي. ويروح يشتري له عمارة كبيرة دورين ويحط المطعم فوق ومكان فايف ستار وشغل ونفس اللي يشتغلوا هناك قال تعالوا هنا واشتغلوا هنا وخلكم هنا ويفتح الله عليه ويصير من اكبر المطاعم اللي من حاره صغيره محل الى هو مطعم تعطيني كبير جانا هو في الرياض هنا والحين سمعت انه فتح في الرياض قريب وش سمعتني بس مصري والله شوف انا عشان رجال سوى خير بقولها خصم كيف لا 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 لا, لا, لا تقولها ولا تعلم ولا شيء رجي شوف جايتك مشروبات حطينا ايش اسمه صور خلاص احنا في المنتصف الاخير اسمع شوي احنا 15 رمضان نبيع الاسم اخر حرفين حاء يا ايه حاء يا فتح في الرياض وجيت غداني في واحد من ربع الرياض امسي على بالخير الشيخ سعد العزيز ابو نايف بداني استاهل ابو نايف كم حرب مطعم الايك مطعم الايك ابحي ايه مطعم الايك مطعم الايك فخم غداه لذيذ جدا ترى اكثر الشباب اللي راحوا ما لحقوا الا على المكان الجديد العماره الدورين روحوني فيه جاي هو مصري هو عطني يدك هو مصري انت خوي السفر في المطاعم اختار لي المطعم الفخمه جاء المطعم جيت بغيت اضحك اختلا ما ادري انا ما جيت ما ادري وين في الرياض جاني جاب الملوخيه عندي قال صبها في انا شفته والله يا مريك كذا هذا الطريقه هو يجيب لك هذه لا يريق عليك حاجه ما تريق تجنت والله انك تعرف هو يجيب لك زي الكشنه كذا هذه جاهزه ويجيب لك الملوخيه كذا ويحطها كذا هم يرد هذا شغل جميل والناس عنده مكذب ما شاء الله الله يرزقه مطعم الايك اخذ دور الدبلوم اداره اعمال في كليه الاعمال والتكنولوجيا في جده قبل كم سنه قبل تقريبا 10 سنوات المهم اخذت اللي قدم لنا الدبلوم مدرب عنده دكتوره ثنتين شهادات دكتوره المهم ضرب مثل في احنا دوره متكامله دوره اعمال متكامله في الاقتصاد وفي التسويق وفي الموارد البشريه في كل شيء في كل شيء والله ما ادري وش المحور يجينا فيه لكن جينا فيه قدمون دوراتهم دبلوم شهرين ضرب مثل في المطعم ذا قال لي المطعم هذا صاحب سوى لقاء في مجله مدري شنو اللي نتكلم عنه اي في الرياض الايك مو ذا اي قال لي هذا طال عمرك عرف عليه في اجتماع من اكثر من 10 رجال اعمال من الدرجه الاول انه يبيعهم انه يعطيهم خلطة الصوص يدفعوا له مبلغ عجيب على خلطة الصوص واعتذر حتى لو خذوها ما راح ايه بس قالوا هذا حافظ على كرت نجاحه لان هو المطعم اساسا كله واقف على الصوص كل المطاعم الكبيره لها خلطات واقف على الصوص على خلطته ولا التفاصيل الباقيه انتم عارفين اغلب المطاعم كلها موجوده لكن خلطة الصوص هي اللي كانت تميزته تبارك الرحمن وناهيك انه اساسا هو مقدم اجر وعمل خير والتجارة مع الله غير الصوص ترى حتى البهارات اللي تنحط على القلي على يا اخي يعني خلينا نقول رسالتنا ان اي شيء تسوي عمل حتى لو انها تجارتك انك اشرك معه شيء لا اجر ولا شيء شوف تعطيه شوف اللي تكونون الحين اللي تكون تقول بقاله ما بقاله غض النظر اللي عندك لكن المثل الحي اللي موجود الان اللي هو يقول ابو سحاب اللي سالوهم قالوا ممكن اذا مات الشايب ان العيال يسوون
لا هذا زادوا لهم على زادوا حتى النص ريال صدقوا بل لما تعلمنا بس بعلق موضوع بسيط تخيل يطلع لك مطعم صدق لا احنا اخترنا هذا الاسم تخيل ليك نفسه يطلع مطعم طلع 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 مطعم رزق والله انك اسمع ترى لابد حد ها تكفى يا ضحكنا كلنا يا الله وجيك يمكن اخر ضحكه ايش ذا عادي شكلكم متوترين لا 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 ان شاء الله اليوم لازم تعطوني جوي اها ايوه اسلم ابو ناصر رحت طال عمرك اول ما سمعت سالفه الرجال ذا حق الايك ذا واجي طال عمرك عند ذيك الجمعية الله يستر عينه عليه جيت على اخر الدوام الظاهر متعدي مع الشارع ولا اشوف ذا الجمعية وانا السلام عليكم ما لقيت الا رجال واحد قال عليكم السلام كيف الحال طيبين قلت اسمع يا فلان انا عندي مشاريع لكن ودي انك تنسق مع المدير المالي اللي عندي على كل جلسة عمل ولا عمل عندي لكم تقتصون بمبلغ قال بيض الله وجهك جزاك الله خير كم الدخل وكم قلت ما عليك من الدخل انت كل عمل اخذ منه انت بال مع اصوات الاعلان وكذا قال لي طيب وش عملك انا كنت وش هو ابغى احطه على مشروع الشيلات حقت الشيلات قلت شيلات قال ايش قال عياذ بالله هات ما تخاف قلت شيلات قال فيها ايقاع قلت قال ما يجوز وما ادري قلت سلام عليكم اشرها علينا يا اخوي مع السلامه بس والعوده الحاج قلت ويني وين كنت تكلمت من البدايه كان قلت شيلات البدايه ترى بقول لك شيء ها شيلات وش فيها شيلات قال لا والله صدق اسمع انت حمست الرجال ايوه وخليته يتشوق اللي اعطيته موضوع قلت شيلات ابو ناصر سعد راح يزع شرطه عند سعد هو المفروض ايش قال له قال كان قال له ابي اجيب لك مقتطفات من الاعلان يعني زي ما يقول هذه الوجبه زي يقدرون يسوونها هذا بس انت ليش قلت شيلات انا كنت تقدم هذه الوجبه إيه؟ لا انا شوف المشاريع الثانيه المشاريع الثانيه قد ضبطت امورها في امور خير ابو سحاب لكن المشروع هذا قلت تاكد من الكنترول هو مطعم في الحقيقه غير الزكاه قلت ابغى شيء يعني يطهره يتبارك فيه اقول تاكد كنترول لو ايك ذا ايك اذا هو مطعم اسمع اذا هو مطعم صدق تعال قول له اسم الصدقي اسمع جيب لنا عشان تجيب لنا عشان كيف كيف ايك وايك ايك تعال 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 ما نقدر اعطني من اللي معك ذا تعصب لي هنا تعصب لي نلعب هنا تعصب يلا هنا يلا شربي ما تعرف الا الا في واحد جديد لك وينه هو موجود طلبه والله لك المين لك انت جايب المن والله اني جايب لي اثنين كذا ثلاثه مرتاح خذ جديد كام وين 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 يا قلبي فديتك احب الشيء الهديه هذا دانكنيور دانكنيور شراب جديد شو اسمه دانكنيور شفت نفسه الايك اللي يقوله شفت الايك اللي يقوله نفسه اليوم عابر أيوة. عابر ولا اني عابر وانا انسان ثابت تروني بالاستراحه لا تخلوني لحالي يا تعال ايه شفت الايك اللي يقوله ايه وقف راعي الايك نفسه في المطار خلاص وكان قدامه الطابور وين في الكنترول لا دقيقة لا هناك شفت مكتب محمد عيسى إيه؟ في دولاب الأبيض في كيس خذ منه آخر واحد إيه؟ الإيك هذا نفسه كان واقف مديره كان واقف في طابور وكان في قدامه عماله وراء عماله وقدامه اثنين عماله ولا شقة يعني عماله ولا شقة ما أقبل المزح وأنا ماشي يلا ارسل لي واتساب لا لا صدق اسمع فكان واقف اثنين قدامه واثنين وراه جاء والكونتر هناك قاعد كذا بعدين قال جاء ويقدم قال اللي وراه مشى اللي وراه وقف قدام اعطاه التذكره ومشى وصل هو الى عنده كيف بسالك سؤال قال ايش قال ليش مشيت العام اللي ورايا وانا ما كذا بالطريقه هذه وما جبتني قال يا اخي توصدك قال ايوه قال هذا يا اخي مشيني في السراء في الايك اللي جنب بيتنا في مطعم الايك قال الحين تاكدت ان الحمد لله شغلي ماشي كويس طلع وراي لي جد والله اي والله اي والله كان قال انا نف ايه كان قال انا زعب الايك انا زعب والله لا خليه ما عاد يجي لا تطرد عليك ممكن انت تسبب على عندي زي لا ما تسبب والله قدح يا اخي انسان ذكي ارحب ارحب يا ابو العوض ارحب ايش فيك طاقم حريقه يا ولد طاقم مولع شوف
لا بعدين عزك الله بشبشب طريقة غريبة يا الله لا طريقة غريبة أحمد العوض أحمد العوض بس أحمد وخر وخر عني عرض أزياء لا ما لها دخل كذا مشي إلا العرض أزياء كذا يمشي عرض أزياء لا مو بلازم على الجيم يعني يسوي لك مشي أنت مختصر أيوه حادي شو تمشي واو تشك تشك تشاو تشاو تكفى أحمد 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 بغى يشوت نو لا 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 هذه هذه الاخير هذه خربت يعني خليك كذا خليك ايوه ارجع ايوه ارجع بالراوي بس كذا والله شو لك اي حركه تقطع كمش 20 كيلو اي حركه سواها بدون ما تشوي قبل شوي اي يا ولد وبري بس بري بس بري كذا اليوم يمكن يعني وبري بس وبري بس اليوم واحد منا احمد احمد صدق انت عندك اليوم ولا عند من والله والله ما ادري لا لا احنا قويين بعد الله تعالى احنا باذن الله باذن الله خط يوم الاحد يوم الاثنين اللي راح عندك 5000 نقطه الاسبوع ذا عندك 4000 طبعا بسالكم سؤال والله سيد القاضي انه عليه يسمع طبعا بسالكم سؤال والله سيد القاضي متاكد انا ما افطر سيد القاضي وقتها يمكن ما كان رايي صدقت على نيته ترى صدقت على نيته صدق ترى ما تصدق والله انا حاكم حاكم تبي الصدق يوم عطى طرد عادل من الحصانه جيت بقول يا ابو سلطان يعني قال فانا شفت الرجال هم فيني والله كان بيك بعدين حتى لا 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 انت خصم قلت الله يغفرنا له الله يغفرنا له عودت تكفون غيروا الموضوع طيب اليوم غيروا بس يعني سناب يعني جماعه انا اصور سنابات من اليوم مكتوب جاري الانهاء عيد تنزل الاكسباير حقها مبطي ما هو بالحين تقريبا وشو الاكسباير حقها بعد 2025 تاريخ الانتهاء ما يعرف ضبه والله حسبني كلمني صدق علمني اخذ مره علمني هذا عشان اضحك والله انا بعد لو الان جاري لنا والله جاري ترى ما بتنزل الا الساعه الى الصبح ها اوضح حتى عشان بعدين ما تنزل فجاه كذا يقولون احمد العوض خرج برا الباب لا لا ما خرج احمد لم يخرج احمد انها جاري لنا حتى لو تجي الحين تجي بالساعة قبل تكتب والله الله لا اوريك اليوم تحديت مع ابو سحاب يا اخي انا استمتع بالتحديت ليش انا بجيك وبجيك بالتحديت خير طبيت الملابس ايه باقي بعيد اسمع علي علي طبيت بالمسبح ملابسي بثوبي وكلي وين يا اخي وين رحتوا مسبح اي مسبح طيب عندنا مسبح بس عندكم احنا بالفندق عندنا مسبح بتين ايه عندنا مسبح تحت طيب ليش ما تنادونا تعال عليك اخذك غرفه الناس ما انت ما تجي فيها غرفتك موجوده يا عمري اخ ابو وليد ياخذ راحته يا اخي راح راحته شوف انا عندي رهيب اللي عندك الزبده طول عمره سمعت ترى جديد اسمع تحدى ترك تدري كيف فاز علي والله يا ناس عيفوا زي فرنس اعطاني اسد بس اعطاني اعطاني اسد شوي قبل تبدا الجوله وعطى اسد عبد الله يبادل الجوله بس يا رجال انتوا توزعون اسود وادخل تيك توك تكفون والله ما تخبط علي التحدى شوف التيك توك ترى ما قد تحديت شوف حسابي تيك توك عشان يزيد انا ادخل اتحدى اخسر شوف انا خسر شوف ساعتي شوف ساعتي اخسر طب فهد سوي فين فهد فارع خلينا نرمي جوالي من فوق الدرب والله متكسر عندي صورته مصلب اقطع وشو شرب العوض ساعتي العوض موجود طال عمرك دخلك في السحابه حق الروقي بس يمكن ما فوز يا رجال انا عندي سحب بسوي لي جوائز اليومين ذي على ساعتين نسائيه ماركه يا اخي ثلاث ساعات يعني ساعه ساعتين ساعتين ماركه باذن الله اي والله ماركه عاد عاد بما انك في صح انا هذا خلني باذن الله علي عرف علي حساباتي كلها لك علي الله يبيض وجهك طبعا انت خابر علي بلا 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 الله يبيض وجهك انا بس بضبط التصميم حقه وش اللي جهزه من اللي اسبوعين فيها اللي جهزت هذا قاعد جهز اسبوعين مسابقه برضه حقتي انت عاد فضحت كذا انا اقول جهزت بك تقول جهز شيء ما يعرف ايش انا جهزتها البارح وخلصتها وجاهزه لا اسبوعين شيء باذن الله راح يكون مختلف شيء باذن الله راح حساباتنا تحتمر تمام احنا مع بعض ولا يتهم ترجع رجل عزيز يدور لك اليوم اي يدور لك خلونا نتقابل انا كرعاني كان ضيف منا أمه والله وجل مطور هنا جاء العصر هنا أنا جاء العصر هنا لا لا ها جاء العصر اليوم عبد الله والله لو داري يجي والله ما دريت ترجع اليوم عندنا ضيف ثاني ايه فهد هنا بعد ايوه يا حلو كذا جاي العصر ابو شايع جاي يسلم على واحد عشان يمشي يوم جاء هنا وجل المطر هنا صبح والله جيت مطر اي والله اشمر ما راح لعب يا والله بعد بصحك بشيء انا يا احمد والمطر بالليل ما ادري كيف جوي المطر بالليل لما اشم ريحته هي حلوه ريحه المطر بالليل ريحه المطر بشكل عام حلوه بس بالليل لما اشم بالليل يجيني شيء مشاعر يا اخي تسترجع الذكريات تجيك نوع من تعرف الضيقه المفرحه ايوه اي والله عرفت الشعور هذا والله اعرفه اي ما هو الضيقه اللي طيب يجيك المطر وانت كيف وانت تسمع صوته ولا انت تشوفه لا هي وانا اشوف بعده بس انا زي اي وانا اشوف اكيد ما اسمع صوته وتشم ريحته تدخلك اجواء المطر سبحان الله تدخل والله يا رجال تجي الحين تكي برك تاكل
شم الريحه، ريح مطر، ريحه مطر شم. جميله جميله يوه كذا ترى ما يبغى غريب. رجعت ورا كل شيء، كل شيء حلو حلو شيء، فهمت؟ انا ما يبغى غريب علي، انا في النماص والله العظيم يا اجواء هناك الرب، تخيل انك تنام على صوت مطر وتصحى على صوت مطر، حتكم نشب النار بعلك مشهور هناك البحر. والله العظيم تعالوا تعالوا والله لازم لازم تجونا، من جد لازم تجونا. انا بشهر 10 اي والله، انا بشهر 10 كل من قال لي احد قلت بشهر 10 كل شيء. لا لا مو 10، لا مو لازم 10، متى ايش تبغى؟ 12 11 12 12 11 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
زحمة؟ انا تركت كل شيء، تركت الجوال، تجي طالع جالس فيهم. شو التفكير وين راح العميقه؟ طالع يقول شو طالع يا ولد زحمه عندهم. قلت هل واحد يبي يروح مثلا يودي احد لا سمح الله شيء مستشفى او يجيب له او يروح يجيبه من مطعم تاخر عضي يا ولد زحمه نفس الحين والله زحمه. انت شفت المشروع؟ ما شفت المشروع؟ لا سودا الفرمه ما شفت المشروع الحين الجديد ما شاء الله. شفت مشروع جديد اسمه شيم وقيم، الله يطول حكم دولتنا ويعزهم. شيم وقيم اسمها طلقه محمد تركي امير عسير. نعم 90 ما ادري 90 مليار او ما ادري كم مليار. هذه السوده هي اصلا سلم تعال هالسنه ذي. اي اي تعال السنه ذي صيف نفس الرياض طويق ما ادري كيف مشروع قيمة الجنو. بس تعلموني كلام الجنو عصيدة ما عليك. الله يطعني اللي يجي عندنا زي فاهم. الله يطعني علي علي اقلع راسك. هذا اللي يقول الله يطعني وانت تقول لي والله الله يطعنك. اي والله يا امين الله يحييك. الحين الله يطعني وش يعني ان الله يطعنا؟ لا 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 الله يطعني يعني من مبالغة المحبة فيك يعني عساني اموت قبلك عسى زيها. لا والله تعال عساك تقبرني عساك هذه الاشياء. موتك في واحد برك تلعب اول ما دخلت لعبه لا ادري ايش قال الله يا اخي فجر فيني بعدين عندنا صار بيشتري اخوي لعبه من الالعاب بعدين فجر فيني قال الله يسبق وش قال الله يسبق قلت امي اي والله الله يستر عليه الله يستر عليه ايوه قلت بقول لا لا ما ادري مجار وبعدين بعد قال الله يطعني عنك قول برضو امي قلت امي نفس خويك امي والله العظيم قبلك واحد انجا الحلوه هذه عندكم العصيده عصيده اعلمكم سالفه علمني طبك عليك سالفه لنا هذا علمني قزوي ابي الكلام يلا. الكلام إيه يلا الكلام ما يحتاج اني اعلمك والله ما يحتاج بخير عثمان الجنيبي كيف ما اقول 100 يوم هنا عثمان علمني ما هو بلازم يعلمك اصلا لو تسمع وانت بعلمك خمس كلمات يلا علمني قول اخذني موتك خذني لا ابي مع الصوت اي اخذني موتك خذني موتك لا ابي مع الصوت اي اخذني موتك هذا صوتهم شويه ما عليك ما لا لا تخرب لا انا اقلد فهمت فهمت قصدك اذا بتقلد ممكن على حيله وجه اقلدك وتحس اني اقلدك من نوعي فهمت قصدك انت كل كلمه بطريقتك انت باسلوب صوتك هو بيفهمها ما لا حاجة. بس ان انا فهمت قصده مثلا زي العساري الله يطعني عنك اي زي كذا قصدك يدري 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 لا لا بس ان احنا نقول اخذني موتك اخذني موتك ايوه واحده اخذني موتك مذابك كيف اخذني يعني اخذني موتك موتك يا اخذه لا والله هو شو الا انا طالبك اخذه كل شرك يا اخ موتك لا يا انا يقول انا لا انا اللي اقولها هو اللي بيقولها ما راح يقول انا اقول اخذني موتك لا يا اخوي فكر بالموت هذه الاولى الثانيه تقول مذابك مذابك لا بس بسرعه ايش معنى مذابك مذابك ايش فيك أي. يا سلام عليك من بنغالي ترى ايوه اصل لغه عربيه دي مذابك طيب بس احنا نقول له مذابك مذابك ايوه طيب فيك وين هذه ترى لهجه هي. لا يلا اصيغها لك في جمله يلا. سعيد يا سعيد فيك سعيد يا سعيد فيك يعني ايش يعني ايش يعني هيش انت يا غبي ايش فيك ايش فيك واضح اي لا واضح من يديك لا تقول لي اي انا جالس اشرح لك ذلافوبك من قلها ذلافوبك من الغرفه ذلافوبك من الغرفه يعني ايش يعني ايش يعني ايش معنى ذلافوبك ذلافوبك يعني ذلفوا فيك خذوك ودوك يا سلام عليك والله انك يعني ادلف زي ادلف انقلع لا هذه ذلافوبك يعني استعانه بسم الله الرحمن الرحيم جنون ايه شلوبك على خمسه خمسه سته على حسب البرايه جنون والله طيب علمنا مع مع اللهجه مع اللهجه ذلافوبك مني يا اخي مع اللهجه مني اقول لك ماذا بك... تعال مني تعال مني تعال مني تعال مني يعني ايش تعال من هنا من هنا يا اخي مني, مني حتى نقول مني احنا نقول من هناك مني مني لا هذيك هناك لا مني 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 روح مني طبعا لكم سالفه اسمح لي انا اباها طيب باللغه اعمق كيف يعني باللغه يا اخي باللهجه اللهجه وافل احنا انا يعني عصيده عصيده احنا ما نقولها نقول عصيده عادي لا ليه تقول عصيده بس اللي يجينا من برا يقول هو عندكم عصيده يحسب منكم يحسب ان نتكلم كذا باللهجه شوف شوف الناس اللي جونا مره اعطيك اياها من الاخير ترى المنطقه الجنوبيه ترى تختلف اللهجات ما هو بلازم يعني احنا من مذابك طاني ومن عبيده والله ونعم مالك زود ابو شايع
لا هالشو تقتل مين من درجة سعيد ايوه ها زين الحين هذا اقول له انا مثلا نواس مذابك تنومه بالشين مثلا اقول احبك يا سعيد هناك يقول احبش مذابش وش بش احبش ايوه بتنوم احبش واحب امش واحب ابيش واحب اخيش واحب خالش كلش جمعتها كلها كلها كل بوش وش بش صديقي هناك اسمه بندر خلوفه الشهي هذا من نواس معروف هذا راعي المتحف راعي المتحف من نماص يا رجل صلى على النبي لا مو راعي المتحف اجل ايه اجل كم بندر خلوفه ايه هذا من نماص واحد ثاني طيب يمكن شاف اسمه بس بندر خلوفه من نماص هو نماص ولا فنون نماص كل سالفه حضرنا حضرنا زواجه شفتوا لا في تنومه حضرتوه في تنومه الظاهر في تنومه قال لازم تجون بعد العصر على طول ايوه قلت يا ولد احنا نجي في الليل دائما احنا من الجنوب كذا قال نجي في الليل قال لا عصر قبل العصر في ضيافه غير حقه الليل نعم ايش وش العصر قال اسمها اسمها قدميه قدميه وصل لطف 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 ما هو ما بعنده يعني العريس يا سعد العريس العريس ما يدخل على مرته الا ما في حي اسمع قال لا لا ما في حي الساعه 9 لا لا العصر الا والله اني اخذ ابلح الساعه 9 9 ورايح 9 طيب اسلم كبه